علق رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل على الأحداث الأخيرة التي يشهدها لبنان، مؤكدا أن الذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني. وقال الأمير تركي الفيصل في لقاء مع قناة العربية: ما يحدث في لبنان أمر مؤسف، والذي يدفع الثمن هو الشعب اللبناني وكذلك أيضا الشيعة، فليس كل الشيعة هناك راغبة بسيطرة حزب أبو عمامة. وأضاف: لو كانت لدي وصفة أستطيع وصفها ما تأخرت عن تقديمها، لكن الأمر راجع للشعب اللبناني نفسه. واستشهد رئيس الاستخبارات الأسبق بالانتفاضة اللبنانية قبل جائحة كورونا قائلا: الهبة التي قامت في لبنان قبل كورونا ضد الأوضاع وضد حزب الله كانت دليلا على أن الشعب اللبناني كافة يرفض تلك الأوضاع. وفي الأيام الماضية أعلنت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من بيروت وحضارت الرياض جميع الواردات اللبنانية احتجاجا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الحرب المتواصلة في اليمن منذ 7 سنوات.